أهلا من جديد. في الساعات الماضية حديث الليبيين كله كان عن فيديو لأسد في شارع مزدحم في العاصمة طرابلس، ومو بس كده، هو طاح من سيارة كمان. يعني الصراحة مو عارفة انصدم ولا اضحك ولا ايش ردة الفعل المناسبة. يعني اولا في عندنا اسد في السيارة، ثانيا حبيبي مو مربوط ولا شيء، لا يعني متروك. يعني طبعا هذه نقولنا النقطة الثالثة، ما في حماية. رابعا طاح من السيارة. خامسا وهي الاعجب صراحة، لما طاح رجع يعني يتمسك كده وطلع على السيارة بدل ما يهرب. يعني إيش ليفل العبودية اللي وصلوا للأسد هذا؟ يعني والله الأسد ملك الغابة، يعني المفروض يعني لا في عزة وكرامة وكده والكلام ده كله، لا بهدلول هذا الأسد صراحة، يعني ليفل عبودية غير مسبوق. على العموم المشهد على غرابته، لكن مؤخرا في ليبيا زايد الحيوانات المفترسة في البيوت والأماكن العامة وغيره. يعني في أكتوبر انتشر هذا الفيديو لشاب ليبي أخذ معه النمر على حفل زفاف عشان يحتفل معاه، يعني وفي ناس كده كثير حوالينه، يعني وعادي الأمور يعني هادية. وفي حادثة ثانية صارت في إبريل الماضي لما شاب ليبي عمل فوتوشوت للنمر حقه، فقام النمر هرب. وقتها أصدرت يعني الجهات الأمنية تحذيرات وعمت حالة من الرعب. طبعا في النمر مفلوت في البلد يعني. وكان في كمان قصة حزينة لما النمر افترس طفل عمره 4 سنوات في أجدابية، وهذه الحادثة صارت في يوليو الماضي، والنمر كان والد الطفل مربيه في مزرعته واخذ ابنه علشان يصوره مع النمر. بعد كل هذه القصص يعني وغيرها، طلعت الحكومة الليبية قرار بحظر تربية الحيوانات المفترسة، وطالبت كل أحد عنده حيوان يسلمه خلال 15 يوم. هذا الكلام من أسابيع، يبدو القرار ما جاب نتيجة، يعني على الأقل في شخص واحد ما سمع الكلام، صاحب الأسد الطاح من السيارة اللي يعاني من العبودية هذا الأسد.